قصة جديدة ومن روايات اللي نسمع فيها ومسموعة. في 2007 الطريق هاي اللي وراي طريق فردية، طبعا في جرارات، جرار ماشي وجرار جاي، ففي صحبة هلبة بحكم ان الطنطاطة واني عاشره هلبة واصحابهم هلبة ورفقة الطريق. في يوم من الايام زوز اصحاب، فكانوا لما يبوا يسلموا على بعضهم يقلبوا في الطريق، يعني اللي في الطريق على اليمين يمشي على اليسار واللي على اليسار يمشي على اليمين، يعكسوا في الطريق، هذه معناها السلام عليكم او كيف حالك. في يوم من الايام كانت سيارة جاية من غادي بنفس الشيء وبرضه بنفس الكيفية يبوا يسلموا على بعضهم. هم رفقة كانوا في طريق واحدة لكن نكست، زي ما تقول واحد جاء من الغرب واحد جاء من الشرق، فيبوا يسلموا على بعضهم، بيقلب الطريق، لكن اللي وراه اللي جاي بيقلب الطريق وراه سيارة هونداي فيرنا، فاللي وراه سيارة ما قدرش يقلب الطريق بحكم انه وراه سيارة قاعد يغير في الضيمة ما بيش نقلب. صاحبه قلب الطريق وهو ما بيش يقلب، المشكلة انه وراه سيارة كارثة، فقلب صاحبه وهو قاعد يغير في الضيمة ما تقلبش الطريق، ولي ما ولاش. وللأسف صار حادث شنيع ومعروف للسواقين الطنطات ويعرفوا القصة دي زين، فتوفوا الزوز اصحابه دوما في حادث شنيع راس براس، فهمتوا اللقطة كيف ولا لا؟ حادث راس براس، قلب الطريق والثاني ما قلبش. الطريقة هي هذه اللي وراي بالضبط فردية، الطريقة هذه